لا تصبح أمام الأعباط ثلاث حالات، إما أن يهاجر، إما أن الغالبية تعتمد على ربنا، لكن جزء بدأ بالفعل هيشيل السلاح، لكن جزء بدأ بالفعل هيشيل السلاح، لكن جزء بدأ بالفعل هيشيل السلاح. مسلمون والسلفيون والإخوان والتبليغ كلنا مسلمون، تمام؟ إحنا بنطالب دي حرية، إحنا بنقول لكل العالم يا جماعة أنتوا بتقولوا حرية الأديان، فدي حرية. بأي حق دولة تبقى جوه دولة؟ بل مش جوه دولة، ده فوق دولة. تخطف مسلمات تحبسها عندها، الكلام ده ما ينفعش. الحرية تطبق على كل الناس، هل الأمر دوت حرام علينا حلال على غيرنا؟ يعني النهاردة لما يجي مجموعة قدام ماسبيرو في التلفزيون وقاطعين الشارع ومش عايزين الناس تمشي، وقاطعين الشارع ومش عايزين الناس تمشي، وقاطعين الشارع ومش عايزين الناس تمشي. الجانب الإيجابي الوحيد في المسيرة من وجهة نظرنا المتواضعة هي النظام. كان في نظام كبير واخدين معاهم حبال، واخدين حارة واحدة من الشارع عشان ما يقفوش الشارع، حاطين محددين المكان اللي هم واقفين فيه. النهاردة كان في إشاعات عن بعض التحرشات مع القوات المسلحة، يعني في ماسبيرو في إمبابة، هل الأخبار دي صحيحة؟ لأنه ما عنديش تأكيد على النفي. الموضوع ده بقاله أكتر من شهر ونص، شهرين. شهر ونص؟ أيوة. البعض يتحرش بالجيش متعمدا. امبارح وأول امبارح موجود ثلاثة لواءات من القوات المسلحة في الموقع، حدفوا بالطوبة يا عم، هو اللواء ده مش معاه قوات ومعاه سلاح. عايزين ال 12 اللي ماتوا دمهم ما راحش هدر. عبير كانت موجودة وقلنا إن الكنيسة لم تقل الصدق في هذا الموضوع، ولكن الموضوع كله موضوع مش كويس ومش جميل وآسف إنه لا يستحق إن يموت فيه 12. فمن نفسنا نعرف، ونعرف عين لام اللي هو رجل الأعمال عادل لبيب بعد ما نشر اسمه، لم أبدأ بنشر اسمه في مكان متورط فعلا، أول رصاصة مين ضربها، الناس اللي راحت مين، واللي وقفوا مين، واللي اتخانقوا مين، وكل واحد يدفع ثمن غلطته عشان النفوس تهدى. والنفوس مش هتهدى على باطل او على يلا بقى العاقبة عندكم في المسرات والمرة الجاية ان شاء الله ما تغلطوش وعيب يا ولد، لا مش هتمشي حكاية عيب يا ولد.